مختبر لورنس ليفرمور التابع للحكومة الأمريكية تمكن العلماء من تقليد ما يجري في الشمس، وذلك لتحقيق اختراق كبير في استخراج طاقة من الاندماج النووي نظيفة ولا تنضب، أي كما يحدث بالشمس المتجددة طاقتها بلا توقف منذ مليارات السنين. ووفقاً لما ذكر صحيفة فاينانشال تايمز بريطانية، فإن علماء مختبر لورنس ليفرمور وآخرون من مختبرات ومراكز علمية أخرى يحاولون منذ خمسينيات القرن الماضي لاستخراج طاقة من الاندماج النووي، لكنهم لم يتوصلوا إلى حجم من الطاقة يزيد عن المستخدمة في التجارب سوى الآن كما يبدو. وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة حققت اختراقاً علمياً في مجال الاندماج النووي وصفته بالعظيم في مجال الطاقة، مشيرة إلى أنه سينهي الاعتماد على الوقود الأحفوري. العلماء كافحوا لإثبات أن الاندماج النووي يمكن أن يطلق طاقة أكثر من المستخدمة في التجارب، ويبدو أن الباحثين في مختبر لورنس ليفرمور حققوا أخيراً وبشكل مطلق هذا الهدف. وفي ملخص تقرير فاينانشال تايمز، فإن الاندماج أدى في الأسبوعين الماضيين إلى زيادة صافي الطاقة بنسبة 120% بالمختبر في عملية يمكن اعتبارها امتلاك طاقة الغد، لأنها تنتج القليل من النفايات ولا ينتج عنها غازات دفيئة. الاندماج النووي هي تقنية تستخدم حالياً في محطات الطاقة النووية، وتتكون من كسر روابط النواة الذرية الثقيلة لاستعادة الطاقة، حيث تندمج نواتان ذريتان خفيفتان لتكوين نواة ثقيلة، وهي عملية يتحرر معها طاقة تكفي لسد احتياجات كبيرة. وبحسب تقرير فاينانشال تايمز، فإن ما حققه علماء المختبر الأمريكي من اختراق ستكون له آثار كبيرة في سعي العالم إلى التخلص من الوقود الأحفوري. وإذا تأكد هذا الاختراق، فإننا سنشهد لحظة تاريخية بحيث يمكن لفنجان صغير من وقود الهيدروجين تزويد منزل بما يحتاجه من طاقة لمئات السنين. المزيد ينضم إلينا من لندن كيث بويفيلد، زميل باحث في معهد الشؤون الاقتصادية وزميل بالمعهد الخليجي الأوروبي للمعلومات. أهلا بكم معنا في صباح العربية يا كيث. طيب، تقليد الشمس وإنتاج طاقة نظيفة عبر الاندماج النووي، أهمية هذا الاختراق، وتحدثنا أكثر عن آلية الاندماج النووي. Well, in English, باللغة الإنجليزية دمج بين الطاقة هو عبارة عن طاقة النجوم، وهي كأنها تقلد النجوم والشمس كيف تولد الطاقة، وقد عملنا عليها في محاولة لإتقان الطاقة، وهذه للمرة الأولى في الأسبوع الماضي في كاليفورنيا تمكنوا من توليد طاقة أكثر مما أدخلت، فإيصال درجات الحرارة إلى درجة عالية جدا لتحقيق هذا الدمج، وبالتالي تحقيق هذا التقدم، وهو من طاقة من النجوم. سيد بويفيلد، فقط سؤال، هل يمكن توظيف الطاقة النظيفة، طاقة لا تنضب، في كل بقاع الأرض جغرافياً؟ يعني مثلاً أنتم تعيشون في لندن، نتحدث عن المملكة المتحدة، لا يوجد شمس كافية لاستغلالها، توظيفها، والحصول على طاقة نظيفة وطاقة بديلة من خلال الطاقة الموجودة. نعم، في بريطانيا المثلجة في الوقت الراهن نحاول أن نستفيد من طاقة الهواء، ونحاول أن نبني محطات طاقة نووية، ولكنها طاقة ثابتة وليست مدمجة، وبالتالي محاولة التعامل مع
الركام الذي ينتج وهي عبارة عن مصدر عجيب للطاقة وتحاول وقد تستغرق إلى 10 إلى 15 سنة لاستخدام هذا المصدر للطاقة بشكل تجاري. وبوسع القول أن يكون هذا المصدر للطاقة لأبنائكم قد يكون هذا مصدر جيد لهم في حياتهم. طيب يعني هذه الآلية توفر طاقة لمئات ملايين السنين، لكن هل هي قابلة للتنفيذ اليوم؟ هل قد تصبح واقع خصوصا في ظل غياب حول العالم محطات الاندماج النووي؟ الأمر هو أنها بحاجة إلى استثمارات ضخمة، فمثلا في كاليفورنيا حيث حققوا هذه النتائج كانت كلفتها 3 مليارات دولار لبنائها. والحكومة الأمريكية في إدارة بايدن عملت على وضع هذا القانون لتقليل التضخم لتوفير المال 370 مليار دولار للإنفاق على الطاقة المتجددة وبنائها التحتية. التحدي الكبير هو محاولة تنفيذ هذه التقنية الجديدة بشكل تجاري، وكذلك فقد بدأنا برؤية مستثمرين في القطاع الخاص بدأوا يستثمرون في هذا المجال، إلا أن المشكلة أن الأمر قد يستغرق 10 إلى 15 عاما لتحقيق عوائد تجارية. لذلك شهدنا حكومات في أمريكا وفي أوروبا وهنا في المملكة المتحدة ينفقون أموال دافعي الضرائب في هذا الشكل من الطاقة المتجددة وهي طاقة النجوم. سيد بويفيلد، يعني خليني أكون معك صريحة، عندما نقرأ عنوان خبر فيه كلمة اندماج نووي، تقليد شمس، يعني مصطلحات كبيرة جدا علينا كبشر غير مختصين في هذا المجال أن نفهمها. يعني قبل أن ندخل في كل هذه التفاصيل كان لابد أن نفهم منك يعني كيف يمكن تقليد الشمس، ما معنى ذلك؟ سأطلعكم على سر، أنا اقتصادي ولست عالما، وبالتالي لمحاولة استيعاب العملية الدقيقة التي يولدون فيها هذه الطاقة يقومون بتفجير الأتوم النواة بطاقة وحرارة عالية لتوليد الطاقة واستخدامها بالكهرباء. ولست على اطلاع بتفاصيل العملية وسأعطيكم السر، لا أعتقد أن كثر يستوعبون ذلك. نحن بين يدي هؤلاء العلماء والفنيين القلة الذين يستوعبون هذه العملية. وربما الأكثر إثارة واهتماما أنه خلال العامين القادمين وكالة الطاقة الدولية في باريس ركزت على الطاقة المتجددة الشمسية والهواء والنووية، ستكون المصدر الرئيس لتوليد الطاقة في أنحاء العالم. لذلك فإن الطاقة هذه ستسهم بشكل كبير ربما خلال 20 سنة، وما سيحدث في السنوات القادمة أن الطاقة المتجددة الشمسية والهواء ستكون أهم مصادر الطاقة أكثر من النفط ومن الفحم. نحن نشكرك جزيل الشكر من لندن كيث بويفيلد، زميل باحث في معهد الشؤون الاقتصادية وزميل بالمعهد الخليجي الأوروبي للمعلومات، شكرا لك.